صالح. تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بإعفاء أول 5 مترددين على إدارات المرور والجوازات ومكاتب تصاريح العمل من المصروفات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، تابع مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر في عدد من الإدارات والمكاتب الخدمية الشرطية مدى دقة تنفيذ هذه التعليمات واستجاب لطلب 4 سيدات بإعفائهن من المصروفات إضافة إلى 5 الذين تم اختيارهم. وبناء توجيهات السيد وزير الداخلية باختيار أول 5 تقدموا سواء لإدارة المرور، تصريح العمل، الجوازات، الأحوال المدنية الإصدار، يكونوا مجانا على حساب الوزارة. النهارده دي موجودين دلوقتي في المرور، وأول 5 أساسا تقدموا لاستخراج رخصة قيادة، فتم قبول أوراقهم بدون أي مبالغ مالية. لتأكيد الاستقرار الغالي اللي بيننا وبين الشعب، شعبنا اللي احنا أحضر.